من عام 44,400 ومناسبة وطنية أقرها السيد رئيس بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا فيها الظرف الوطني والجيش الشعبي الوطني. فلن أنتهي إلى أن تحل نسمات نسمات الفجر البهية. لقد تشرفنا بحضور هذا العرس الجماعي بضاية بن ضحوة، وهذه الأعراس الجماعية مناسبة لصلة الرحيم ولغرس ثقافة الحب والمحبة والتكافل الاجتماعي. هذه القيم التي يشتهر بها المجتمع الجزائري عموما والصحراء ولاية غردايا خصوصا، فبارك الله في كل القائمين على هذه الأعراس، والله نسأل أن يبارك في هذا العرس الذي جاء في غرة شعبان وعلى أيام من مناسبة وطنية وهي اليوم الوطني للشهيد حفظ الله الجزائر. العرس الجماعي بداية بن ضحوة، عدد العروس فيها 29 عريس وعدد حفاظ القرآن الكريم 7، نسأل الله سبحانه هذه أحسن طبعة إن شاء الله وربي يدومها إن شاء الله. هذا الزواج الجماعي 19 في بلدية ضاية بن ضحوة هو قيمة مضافة لقيم التضامن والتكافل التي تحييها هذه المدينة الطيبة أهلها، ومن مزيد من الانسجام والتضامن والتلاحم في يوم التلاحم، فنسأل الله تعالى التوفيق لهذه الأسر الجديدة التي ستزيد دعما ولبنة جديدة في المجتمع الجزائري. نشكر القائمين على العرس الجماعي وربي يسجل العرس ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. نشكرهم كاع ان شاء الله. نشكرهم على التقديم وان شاء الله عقوبه للجميع ان شاء الله. يا ربي يا ربي. الحمد لله يا ربي، ربي وفقنا الحمد لله. والجمعية هذه مع كافل اليتيم اللي عاونتنا الحمد لله وصلنا لهذا النهار. بارك الله فيكم.